الولايات المتحدة الأمريكية كشفت تفاصيلا استخبارية جديدة عن طائرات إيران المسيرة التي تستخدم ضد أوكرانيا عن طريق طائرة مسيرة إيرانية استخدمت ضد الأراضي العراقية. وهذه التفاصيل قد نشرت من قبل الام بي سي نيوز الأمريكية في اليومين الماضيين بهذه الطريقة وعن طريق وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية DIA. هذه الوكالة هي مختصة في عملية تجميع وتحليل المعلومات الاستخبارية عن الجنود أو عن الجيوش الأجنبية حول العالم. ممثلين ومحللين عن هذه الوكالة قاموا بعملية إرسال بل تقديم أدلة دامغة على أن إيران ترسل الطائرات المسيرة من نوع شاهد 136 المفخخة إلى روسيا لكي تستخدمها روسيا في أوكرانيا، وهذا الأمر تنفيه إيران حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لأسباب مهمة للغاية. هي لا تنفي الأمور من فراغ أبدا، وبالتالي التفاصيل التي جاءت من قبل هؤلاء المحللين وما نشرته الام بي سي نيوز الأمريكية بأنهم فعلا قاموا بعملية تقديم هذه الأدلة لعدد من الممثلين عن عدد من الحكومات الأجنبية التي حضرت نوعا من المحاضرة أو نوع من الكشف لهذه الأدلة. من هي هذه الحكومات؟ لم يكشف عنها، ولكن كشف بأن أنهم مسؤولين عن حكومات أجنبية بكل تأكيد. أيضا الأدلة الدامغة أرسلت إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي وكذلك إلى عدد من وسائل الإعلام، وواحدة منها بكل تأكيد هي الام بي سي نيوز الأمريكية. أحد المحللين الذي قام بعملية نشر أو إرسال أو إعطاء هذه الأدلة الدامغة لهؤلاء المسؤولين من الحكومات الأجنبية قدم لهم إحدى الطائرات التي استخدمتها روسيا مؤخرا على أوكرانيا من الطائرات المسيرة طبعا الإيرانية شاهد 136، وكذلك قام بتقديم إحدى الطائرات المسيرة أو أشلاء الطائرات المسيرة الإيرانية التي استخدمتها إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان، والتي استهدفت فيها إيران العام الماضي الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة هناك. وبالتالي نحن نتحدث عن نقطتين تبعد كل نقطة عن الأخرى آلاف الأميال، بالإضافة إلى ذلك بأن عاما كاملا بين الحادثتين. وهنا تأتي الأدلة المهمة في هذه القضية التي سنتحدث عنها الآن. وبالتالي ببساطة هو وضح لهم أن الطائرات الإيرانية شاهد 136 التي ترونها هنا لا تختلف أبدا بأي شكل من الأشكال عن الطائرات التي تستخدمها روسيا وهي أيضا شاهد 136 على أوكرانيا. ليس هنالك فرقا واحدا على المستوى الفني. فهو أوضح ببساطة لهم بأن التصميم المثلث لهذه الطائرة متطابق تماما، أجنحة الطائرة متطابقة، جسد الطائرة ومكونات جسد الطائرة متطابق، وكذلك المروحة الخلفية لهذه الطائرة المسيرة، وكذلك المحرك الخاص بهذه الطائرة المسيرة والرقم التسلسلي لهذه الطائرة والنظام الخاص بالرقم التسلسلي وموقعه متطابقة تماما، لا فرق أبدا من خلال هذه التفاصيل. وأكد بأنه لا يمكن التمييز بين الطائرتين أبدا عندما تضعها جنبا إلى جنب، التي استخدمت على العراق والتي استخدمت كذلك على أوكرانيا، إلا شيئا واحدا فقط هي هذا الرمز الموجود على الجناح الذي ترونه هنا فقط. غيروا اسم هذه الطائرة، أصبحت جيران 2، ويضعون فقط الكلام طبعا أو في اللغة الروسية طبعا، وأيضا هناك ما تلاحظون بالإيراني مكتوبة بهذه الطريقة. هذا هو الفرق الوحيد الذي طبعا تحدث عنه هذا المحلل، لا بل إنه أثبت هذه القضية من خلال أخذ قطعة من الطائرة المسيرة التي استخدمت من قبل روسيا على أوكرانيا، وأخذ هذه القطعة وركبها على الطائرة التي استخدمتها إيران على إقليم كردستان العام الماضي وجاءت بشكل مناسب من دون أي مشاكل. وقال هذا المحلل بكل تأكيد هؤلاء المسؤولين من الحكومات الأجنبية بأنها جاءت مناسبة تماما وبأنها كقطعة توضع على اللغز لكي تحل اللغز، وهذا ما ذكر على الام بي سي نيوز الأمريكية من قبل هذا المحلل. قام المحلل بإزالة مكون من الطائرة بدون طيار الموجودة في أوكرانيا ووضعه في طائرة بدون طيار تم استردادها من العراق. وقال المحلل وهو يقوم بإدخال القطعة أنها مناسبة تماما ومثل القطع التي أو القطع في اللغز.
وبالتالي ليس هنالك فرقا واحدا أبدا. وطبعا وكالة استخبارات الدفاع أكدت بأن ما تحصل عليه إيران في المقابل هو تطوير البرنامج الإيراني الفضائي، حيث أن روسيا كانت قد أطلقت مركبة فضائية أو قمر إيراني بهذا الشكل من الأراضي الروسية. روسيا ساعدت إيران بهذه المسألة، بل إن حتى بيل بيرنز مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA كان قد تحدث في منتدى أسبن الأمني بهذا الشكل، وقال بأن هنالك علامات على أن الفنيين الروس يعملون على برنامج مركبة الإطلاق الفضائية في إيران وجوانب أخرى من برامجهم الصاروخية. وفعلا بعد هذه التصريحات وهذه المعلومات الاستخبارية ظهر لنا صاروخ فتاح، وهو صاروخ فرط صوت لأول مرة في تاريخ إيران، وواضح بأن بعد التعاون بين إيران وروسيا ظهرت هذه الإمكانيات. وطبعا وكالة استخبارات الدفاع كما ذكرت ونقلت NBC نيوز الأمريكية بأنهم ينظرون في حقيقة الأمر بأن إيران ستتحصل فيما بعد في المستقبل القريب على صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهذا الأمر قد يتطور ويصبح أخطر بشكل كبير إذا ما وصلت إيران طبعا إلى القنبلة النووية وتمكنت من وضع القنابل النووية على هذه الصواريخ لتتحول إيران إلى مرحلة مختلفة من المواجهة ضد الغربي بشكل عام. وهذه طبعا الأدلة التي قدمها المحللين من CIA من وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية فيها هدف مهم، هي تتزامن مع اقترابنا من انتهاء هذا القرار، وهو قرار مجلس الأمن الدولي 2231. هذا القرار الذي جاء جزءا من الاتفاقية النووية الإيرانية ستنتهي صلاحيته في الشهرين القادمين، أي في أكتوبر، لكي نكون بشكل أدق. وبأنهم بدأوا تجد الولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت بدأ يفوت، لأن بانتهاء صلاحية هذا القرار إيران ستكون قادرة على إرسال أي طائرة مسيرة أو أي صاروخ باليستي يصل مداه إلى أكثر من 2000 أو أكثر من 400 كيلومتر، لأن هذا القرار ببساطة يقيد إيران من إرسال الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية التي يصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر. لكن بعد انتهاء صلاحية هذا القرار إيران قادرة على تبرير وعلى أن تعلن بشكل مباشر أنها ترسل الطائرات المسيرة 2000 كيلومتر، 3000 كيلومتر، وحتى الصواريخ الباليستية من دون أن تتعرض إلى أي عقوبات. وهذا أساس نفي إيران في مسألة إرسالها للطائرات المسيرة لروسيا، لأنها ممكن أن تعاقب على هذه القضية. ومشكلة وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية والولايات المتحدة بشكل عام هو أن لديهم تقارير استخبارية تؤكد بأن إيران مقبلة على إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية لروسيا لكي تستخدمها ضد أوكرانيا، بتقارير شهدنا كثير منها من قبل CNN وغيرها من المصادر بدأت من نوفمبر العام الماضي تظهر بأن هنالك خطة وصفقة بين وزارتي الدفاع الإيرانية ووزارة الدفاع الروسية للوصول إلى هذا الطريق، وهو الذي تبحث طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة استخبارات الدفاع CIA أن تقدم أدلة دامغة للدول الأجنبية بأن إيران خالفت القرار ألا وهو 2231 من أجل فرض عقوبات السناب باك على إيران ووضعها تحت المطرقة، ضغط دولي كبير لن يكون فقط قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بس يكون قادما هذه المرة من جميع الدول الموجودة في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي طبعا في الغالبية العظمى. وبالنسبة طبعا هنالك تحرك دبلوماسي بهذا الاتجاه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد. الثلاثاء الماضي كانت قد قدمت وأعلنت بشكل واضح بأن هنالك تحقيقا قد تم فتحه في الأمم المتحدة ينظرون في حقيقة أن إيران خالفت القرار الذي نتحدث عنه 2231، بأنها خالفت إيران هذه المسألة بإرسال الطائرات المسيرة شاهد 136 التي تتعدى 400 كيلومتر ويصل مداها طبعا إلى 2000 كيلومتر. وإيران لا زالت تستخدم ولا زالت ترسل هذه الطائرات المسيرة لروسيا. الأمر لم يتوقف، على سبيل المثال اليوم وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت بأن هنالك 27 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 قد هاجمت أوكرانيا، أمر أكدوه اليوم، وأن هذه الهجمات بشكل يومي حتى أكثر من الهجمات الصاروخية التي تستخدمها طبعا روسيا على أوكرانيا، وهي تضرب البنى التحتية طبعا بكل تأكيد
الأوكرانية، هذا هو هدف الأساسي لهذه الطائرات المسيرة. وطبعا هي كانت هذا الهجوم الكبير الذي جاء اليوم طبعا صباح هذا اليوم، هو جاء كردة فعلا على هجمات تقوم بها أوكرانيا استراتيجية في البحر الأسود ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود. فبدأت تظهر الزوارق المفخخة الأوكرانية وهي تتحرك مباشرة وتهاجم هذه السفن الروسية العملاقة في البحر الأسود، وبدأت بعملية اصطيادها، وهذه واحدة من الهجمات الناجحة التي أدت إلى أضرار كبيرة لهذه السفينة. لاحظ كيف انقطع الاتصال هنا، وطبعا هذا يعني بأن الضربة والضرر قد حدث فعلا، وهذه مسألة استراتيجية كبيرة بالنسبة لروسيا، لأن روسيا البحر الأسود هنا الذي ترونه هو مهم للغاية بالنسبة لها، ليس فقط في مسألة اتفاقية الحبوب والهجمات التي تأتي من روسيا على مخازن الحبوب أو حتى الأمور الأخرى المرتبطة بهذه المسألة، لكن القضية هي مرتبطة في حقيقة الأمر بالنفط الروسي. فبالنسبة لروسيا البحر الأسود عندما تقوم بإرسال النفط الخاص بها هو طبعا يأتي بهذا الشكل عبر البسفور إلى البحر المتوسط إلى قناة السويس إلى البحر الأحمر، ويتجه طبعا ببساطة إلى الهند إلى الصين. ولكن إن أوكرانيا تأتي الآن وتضرب البنى أو تضرب الأمور التي تعتبر من الأشياء الأساسية النفط وغيرها، وتستهدف السفن وتهدد هذه المنطقة المهمة للغاية بالنسبة لروسيا، بما أن روسيا تضرب مخازن الحبوب الأوكرانية، أوكرانيا الآن تضرب السفن وممكن السفن النفطية في المستقبل وتصبح هذه المنطقة غير آمنة، فإن روسيا ستضطر لكي تؤمن الصادرات النفطية بالنسبة لها يجب أن تذهب عبر بحر البلطيق، وأن تذهب بكل هذا الطريق بدورة طويلة للغاية إلى البحر المتوسط إلى قناة السويس إلى البحر الأحمر لكي تصل طبعا إلى الهند وإلى الصين. لاحظ كم من الطاقة وكم من الوقت قد ضاع في هذا التحرك. بالتالي نحن أمام صراع استراتيجي كبير بين الطرفين، بين روسيا وبين أوكرانيا، ولكن ردة الفعل وردة الفعل الانتقامية من روسيا على أوكرانيا هي تأتي بالطائرات المسيرة الإيرانية، وبالتالي هنالك رغبة كبيرة في فرض العقوبات على إيران الآن مع اقترابنا من انتهاء القرار، قرار مجلس الأمن الدولي المرقم ب 2231 أو 2231 طبعا الذي سيفتح النار على إيران. وطبعا إيران يبدو بأنها تستعد لمثل هذا السيناريو، وذلك من خلال تحشيدات في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تستعد في العراق صدق أو لا تصدق، وأيضا تستعد في سوريا للتصعيد إن وصلنا إلى هذه النقطة التي ستضع المفاوضات النووية المجمدة الآن بين إيران وبين الولايات المتحدة في نقطة حرجة للغاية. فبالنسبة لمضيق هرمز والخليج العربي اليوم ظهر بهذا الشكل الحرس الثوري الإيراني أعلن عن تسلمه بحرية الحرس الثوري الإيراني لطائرات مسيرة، لصواريخ باليستية، لصواريخ كروز جديدة من قبل إيران، وتوضح بأن ترسانة السلاح لبحرية الحرس الثوري الإيراني بدأت تتصاعد شيئا فشيئا على مستوى العراق. كان هنالك تقريرا صادرا من عملية العزم الصلب الذي ترونه من التحالف الدولي قيم الفترة القادمة أو الفترة ما بين الأول من أبريل وحتى 30 يونيو من هذا العام، ووضحوا ببساطة بأن التقرير الخاص بهم يوضح كما تلاحظون هنا بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق تخطط من خلال تحركاتها التي رصدوها، من خلال أفعالها، من خلال بياناتها، بأنها ستصعد من الممكن أن تصعد ضد التواجد الأمريكي في العراق. أما على مستوى سوريا فالتصعيد يأخذ مديات أبعد. مركز ألما الإسرائيلي كان قد نشر تقريرا أيضا مؤخرا عن انتشار لمخازن الأسلحة الكيماوية، حددت مخازن الأسلحة الكيماوية التي هي بحوزة نظام بشار الأسد وأيضا هي بحوزة إيران، وأن هذه المخازن التي يتحدثون عنها أو المختبرات السرية والخاصة بالأسلحة الكيماوية أن تتم عملية تطوير الأسلحة النووية الموجودة هناك على أساس التكنولوجيا وتكنولوجيا السلاح الإيراني، وبأن مركز ألما الإسرائيلي كان قد وضح بأن الفصائل المسلحة المقربة من إيران من الممكن أن تسلم ويتم تسليم الأسلحة الكيماوية لها في سوريا، وكذلك حزب الله اللبناني على أساس الاستعداد للتصعيد طبعا ضد إسرائيل بشكل مباشر والضغط على إسرائيل، وخاصة أن إسرائيل ألما كان قد وضح ونقل تفاصيل قادمة من الكنيسة الإسرائيلي بأنهم بدأوا يرون بأن الاضطرابات التي تأتي في الداخل الإسرائيلي هي
تسمح وتفتح بابا للإيرانيين وللفصائل المسلحة المقربة من إيران وحزب الله للضغط على إسرائيل بشكل أكبر وإحداث تحول استراتيجي كبير في هذه المنطقة لمصلحتهم، ليس فقط ضد إسرائيل وإنما أيضا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أن هنالك إعدادا بحسب التفاصيل التي تحدثوا عنها، إعداد للهجوم على إسرائيل في الفترة القادمة من العديد من الاتجاهات. وطبعا إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني نشرت له صورة تؤكد بأنه كان موجودا في سوريا يراقب النقاط أو يراقب حقيقة النقاط الموجودة ويتأكد من وجود الفصائل المسلحة المقربة من إيران على أهبة الاستعداد. هو أمر ذكرته على موقع أكس، هي حقيقة ذكرته إذاعة كان العبرية التي ذكرت بأن هنالك استعدادات كبيرة لهذه الفصائل وبأنه اطلع على عملية الاستعداد لمهاجمة إسرائيل بشكل عام. وبالتالي الأمور تبدو في تصعيد كبير، في تطور كبير. إيران تستعد، الولايات المتحدة تستعد، الجميع يتأهب ويرى كيف من الممكن أن تتصاعد الأمور في منطقة الشرق الأوسط.